السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة نناقش فيها إحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا. فما هو التصور الدولي لحل حلة المشاكل في كافة المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية؟ وكيف ستكون خارطة الطريق ومدى التوافق حولها بين الخصوم؟ وإلى أي مدى يصل التغافل الدولي عن مسببي الأزمات والأطراف المعرقلة للمشهد؟ كل هذا مشاهدينا وأكثر سنطرحه للنقاش رفقة ضيوفي الكرام. دعوني أرحب أولا بضيفي من لندن عبر سكايب المحلل السياسي السيد عبد الله الكبير، ومعي من طرابلس عبر الهاتف الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور يوسف البخبخي. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعكم. أبدأ بك أستاذ عبد الله، يعني ستيفاني خوري في إحاطتها ذهبت إلى يعني ما تم نقاشه مرارا وتكرارا، وبدأت بما منع من تم منعهم من إكمال عملهم في الانتخابات المجالس البلدية 10 بلديات من أصل 12 من فتح مراكزها لتسجيل الناخبين. يعني ما الجديد الذي طرحته ستيفاني خوري عندما بدأت بعرقلة الانتخابات في البلاد في المنطقة الشرقية؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ معتصم ولضيفك وللسادة المشاهدين والمتابعين، وكل العام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الحقيقة هي إحاطة مخيبة للآمال. السيدة ستيفاني خوري في إحاطتها الأولى كمبعوثة بالإنابة أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية وصفت المشهد سياسيا واقتصاديا وأمنيا وحقوقيا. كنا نتوقع أنها ربما تطرح مبادرة أو خارطة طريق أو مقترحات لحل الأزمة وتسعى للحصول على دعم من مجلس الأمن، لكن هذا لم يقع. بالنسبة لسؤالك، إشارتها حول إغلاق 10 مراكز انتخابية من بين 12 مركزا انتخابيا في شرق البلاد، طبعا هذا واضح، يعني واضح للجميع أن هناك من يعرقل الحل السياسي، وهذه الانتخابات ربما هي أقل أهمية من الانتخابات العامة. فإذا كان سلوكه أمام الانتخابات مع الانتخابات البلدية بهذا الشكل بالتضييق منذ البداية وبعدم فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين وبحصرها في مركزين فقط ليتسنى له السيطرة على العملية الانتخابية، إذن هذا واضح يفترض أنه أمام مجلس الأمن لكي يعرفوا من هو الذي يعرقل الذهاب إلى الانتخابات. إذن هي إجمالا إحاطة مخيبة للأمال وليس فيها أي جديد على مستوى الحل السياسي الذي يمكن أن تقدمه بعثة الأمم المتحدة. نعم. طيب دكتور يوسف البخبخي، ذهبت ستيفاني خوري في إحاطتها إلى القوات الأجنبية وأن انسحابها ما زال متعثرا. يعني هل تعتقد دكتور يوسف بأن ستيفاني تذهب لتنفيذ وتمرير الأطروحات الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية باعتبارها يعني جنسيتها أمريكية داخل الوطن الليبي، وأنها ستكون منفذة لأجندة أمريكية وحسب؟ بدءا تحية طيبة لك ولضيفك الأستاذ عبد الله الكبير ولمشاهديك، وكل العام أنتم ومشاهديكم بخير. السؤال عن الأجندة الأمريكية أو الأطروحات الأمريكية، ما هي هذه الأجندة؟ في حقيقة الأمر الموقف الأمريكي برمته
لا وضوح فيه، لا شفافية فيه. الموقف الأمريكي لا زال يتحرك في سياق خطوط عريضة، لا نعرف حقيقة ماهية الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة تتحدث عن انتخابات، تتحدث عن إخراج القوات الأجنبية، تتحدث عن الموقف الروسي. جاء المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، تحدث عن العملة المزورة، فرض عقوبات على تلك الشركة التي قامت بصناعة هذه العملة، ولكن أين حقيقة هذا الموقف الأمريكي؟ أنت تتحدث عن الانتخابات، ما هي حقيقة الآليات التي تقدمت بها الولايات المتحدة أو الخطوات العملية من أجل التقريب من اللحظة الانتخابية أو صناعة هذه اللحظة الانتخابية؟ فالحقيقة عندما نتحدث عن أجندة أمريكية، نحن نتحدث عن حالة من الغموض، حالة من التوهمات، وتعلق الأطراف الليبية في حقيقة الأمر بالموقف الأمريكي هو أقرب إلى تعلق بوهم. ولذلك أنا ما أراه حقيقة اليوم من مما دفعت به نائبة المبعوث الأمين العام السيدة ستيفاني خوري، أنه ليس أكثر من توصيف للمشهد. ربما ما ذكر الأستاذ عبد الله الكبير فيما يتعلق بالمبادرة أو انتظار مبادرة، أرى أن هذا الأمر سابق لأوانه. لا زالت هي تمارس ما مارسه سابقيها من مبعوثين ونائبي مبعوث، عملية استكشاف المشهد، التعرف على مكوناته. فتوقع فكرة المبادرة أمر بعيد في هذه اللحظة أقله. ولكن السؤال، هل حقيقة لديها مبادرة؟ هل تمتلك القدرة على صناعة مبادرة؟ نحن رأينا المبعوثين يعني يأتوا، يعني التوقعات مثلا عندما تحدث عبد الله باتلي في فترة ولايته كان يتحدث وبلغة حقيقة كانت قوية، لغة كانت شديدة النقد لمكونات المشهد، لمجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة. ولكن عندما أتت اللحظة، لحظة إنزال مبادرة حقيقية، أتى حقيقة بخطوة بائسة رتة، هي نفق مسدود، ما أطلق عليه بالمائدة الخماسية. أي مائدة خماسية يمكن التعويل عليها لأطراف هي من صنعت هذه الأزمة؟ ثم أنت ذكر الأطراف المؤسسية الخمسة، أعادت ذكرها كذلك اليوم ستيفاني خوري في شهادتها أو في إحاطتها أمام مجلس الأمن. فكرة الاتيان بهذه المكونات المؤسسية الخمسة في حد ذاتها هي فكرة مناقضة لصناعة حل. هذه هي مكونات الأزمة، وتحديدا مجلس النواب ومن ورائه ما يسمى أو ما يعرف بالقيادة العامة. هذه هي المكونات الحقيقية للأزمة. الاتيان بها لا يعدو سوى اتيان بالأزمة واشترار الأزمة وعدم الاقتراب من حل. ربما هذه الفكرة القبيحة التي قذف بها عبد الله باتلي، إذا ما أرادت السيدة ستيفاني خوري أن تقدم فكرة حل أو مبادرة حل، ليس لها إلا أن تخرج بآلية حل بديلة تقوم على مكونات مسكونة بالحل، تبحث عن حل. أما رهن الأزمة إلى ما يسمى بملكية ليبية للحل، وهي ملكية مأزومة، فلا يعد سوى حقيقة حالة انسداد وإعادة اشترار الأزمة وإبقاء ليبيا في هذه الحلقة المقفلة. يأتي مبعوث، يذهب مبعوث، يأتي نائب، ونحن حقيقة ندار من خلال آلية مأزومة لا تقدم حلا. ثم يحدثونك عن الأوضاع الاقتصادية البائسة، ويحدثونك، يعني هذا ليس سوى حقيقة عبث بالمشهد وإبقاء ليبيا داخل الحلقة المفقودة. ليبيا في حاجة إلى مبادرة خارج الصندوق، مبادرة تتجاوز هذه المكونات البائسة. وأنا عندما أتحدث عن المكونات البائسة، تحديدا المشروع الانقلابي وواجهته السياسية. طيب أستاذ عبد الله، يعني في إحاطة ستيفاني خوري لم تغفل الحديث عن الانتهاكات في المنطقة الشرقية، واستشهدت بحادثة اختفاء النائب إبراهيم مدرسي ذهابا إلى يعني اعتقال ووفاة الناشط السياسي سراج دغمان وظروف غامضة أثناء احتجازه. يعني ذهبت إلى الحديث عن معرقل حقيقي للوضع، لحلحلة الوضع في ليبيا، أيضا عن تدهور الحالة الأمنية في ليبيا،
وضعت أصابعها أو أصابع اتهامها نحو جهة معينة. يعني هل برأيك هذه المرة ألا تعتقد بأن هي سابقة بأن تضع أصابع الاتهام نحو من يقوم بعمليات الاعتقال والقتل في المنطقة الشرقية، أم أن هذا لن يؤثر شيء في المشهد؟ لا، لن يؤثر شيء في المشهد. يعني سبق للمبعوث الأسبق غسان سلامة وأمام مجلس الأمن تجرأ وتحدث عن سهام سرقاوة بلغة أكثر قوة وأكثر جرأة من لغة ستيفاني خوري بالأمس. يعني قال غسان سلامة، قال طلبت، قال التقيت بخليفة حفتر، وصفه بالمشير. طبعا أنا لا أعترف بهذه الرتبة، رتبة مزورة ولا يستحقها ولا يستحق حتى الرتب التي قبلها. قالت التقيت بحفتر وطلبت منه أن يكشف عن مصير سهام سرقاوة النائب في مجلس النواب الليبي، ومع ذلك لم يفعل شيء ولم يعلق أي من أعضاء مجلس الأمن. ماذا قالت ستيفاني خوري؟ تتحدث عن تدهور الأوضاع الأمنية وأشارت إلى اختفاء النائب الدرسي دون أن تقول أنه اختفى في مناطق يسيطر عليها حفتر وعصاباته وميليشياته القمعية الإرهابية، لم تقل ذلك. لم تتحدث عن وفاة سراج دغمان سوى أنه توفى في ظروف غامضة. من المسؤول؟ هل طالبت بإجراء تحقيقات؟ هل طالبت بمجلس الأمن أن يتدخل في وقف هذه الانتهاكات؟ هو كما أشرت توصيف للمشهد سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا. لعل الرسالة التي يمكن استخلاصها مما قالته خوري هو تنبيه القوى الدولية، القوى الكبرى في مجلس الأمن، أن الوضع متدهور وربما هو مقبل على مزيد من التدهور. وأيضا على المستوى السياسي إشارتها إلى أنها من خلال استطلاعها ولقاءاتها مع الليبيين سواء كانوا في السلطة أو خارج السلطة، أحزاب، منظمات مجتمع مدني، منظمات ثقافية، مكونات اجتماعية، أن هناك عدة آراء أو توجهات للحل السياسي. ربما في هذه النقطة كما تفضل الدكتور يوسف هي في مرحلة جس النبض، ليست لديها أي رؤية شاملة حتى الآن، أو ربما لم يتبلور لديها حل أو مبادرة أو خارطة طريق يمكن أن تعالج هذا الانسداد السياسي. لكن حديثها عن الأوضاع الأمنية، عن الأوضاع الاقتصادية، ليس فيه أي جديد. هي تقريبا إحاطة مكررة لإحاطات المبعوث السابق باتيلي. بالنسبة لنفس الموضوع، موضوع الانتهاكات، هو المندوب الأمريكي في مجلس الأمن ما هو تكلم عن العملة المزورة وقال أن روسيا تساهم في هذه العملة المزورة وزوروا ما يقرب من مليار دولار وفرضنا عقوبات على الشركة التي تطبع الأموال المزورة، وتحدث عن شحنات الأسلحة التي تصل إلى شرق ليبيا في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن. هل المندوب الأمريكي وأمريكا لا تعرف أن من جلب الروس إلى ليبيا وسمح لهم بأن يتوغلوا سياسيا وأن يساهموا في تدمير الاقتصاد بتزوير العملة وأن يستخدموا ليبيا كمنصة لانطلاق نشاطهم لأفريقيا، ألا يعرفون أن المسؤول هو خليفة حفتر والذي يحمل الجنسية الأمريكية والعميل السابق للمخابرات الأمريكية، ومع ذلك يكتفون بالقلق وبالتنديد؟ الموقف الأمريكي حتى الآن غير واضح، ويبدو أنه في صراعهم مع الأوروبيين ولإبقاء الأوروبيين تحت هيمنة أمريكا يسمحون لروسيا بهذا التمدد الذي لا يشكل خطر حتى الآن على مصالحهم الحقيقية ولا يشكل حتى 10% من نفوذ أمريكا في ليبيا وفي أفريقيا في المنطقة بشكل عام. وبالتالي أعود وأقول أنها إحاطة مكررة ومجرد توصيف للمشهد، وهي تعكس الموقف الدولي المتباين والمتصارع والمختلف حول ليبيا. الجانب المظلم والذي يدفعنا إلى لا أقول التشاؤم ولكن توقع الأسوأ هو أن حالة الجمود في المشهد الليبي وحالة الانسداد السياسي تستمر طالما القوى الرئيسية في مجلس الأمن غير متوافقة على مختلف القضايا التي ربما أهم من القضية الليبية بالنسبة لهم، ومن ثم لا رسالة واضحة ولا عنوان بارز من إحاطة خوري سوى أن الأزمة مستمرة ولكن في إطار من المراوحة
وعدم التصعيد. طيب نعم. بعيدا عن إحاطة ستيفاني خوري، دكتور يوسف، طرح الأستاذ عبد الله الكبير فكرة الانسداد السياسي أو حالة الجمود السياسي. المدة القريبة الماضية كان هناك مشاورات، دعنا نسميها، أو مفاوضات، كنا نرى يعني لقاءات كانت تعقد لأجل تجهيز الانتخابات، ويصاحبها الكثير من التجاذبات السياسية، المجلس الأعلى للدولة من جهة، مجلس نواب طبرق من جهة، يعني احتمالية أن تكون هناك مبادرة، لجنة حوار سياسي، دعنا أيضا نتوقع ذلك. لماذا هذه الفترة لم نعد نسمع عن أي من تلك المحاولات؟ هل ارتضى الجميع بأن تبقى ليبيا هكذا دكتور يوسف؟ هو يعني المحاولات ليبيا، يعني الحل الواقعي لليبيا حقيقة، أنت تتحدث عن تنوع تضامن. ليبيا اليوم هي أسيرة ثورة مضادة، أسيرة مشروع انقلابي. كيف تعالج حالة انقلابية؟ هل حقيقة أن الحل السياسي قادر أو كفيل بحل هذا المأزق أو هذه الإشكالية؟ هذا أمر بعيد. بدون أدوات ضغط حقيقية، بدون حقيقة وجود مواقف صلبة على الصعيد المحلي، على الصعيد الدولي، لا يمكن الاتيان بحل أو إيقاف الحالة الانقلابية أو منعها من تحقيق مشروعها، وخصوصا أنها تتمتع بدعم إقليمي ودولي. هذا يعني هذا نتحدث عن إذا ما كان هناك حل سياسي واقعي في ظل إبعاد الحل العسكري. أما توقع أن هذه الأطراف من تلقاء نفسها تتقدم بحل، هذا أمر بعيد. وأنا هنا لا أحب التعميم، أنا أريد أن أؤكد أن رأس الأزمة، صلب الأزمة، موطن الأزمة هي الحالة الانقلابية وواجهتها السياسية للمجلس النواب، وعلى رأسه عقيلة صالح ومن ورائهم من أطراف إقليمية ودولية. يعني بمعنى تحركات هذه الأطراف لا تصنع ولا تتأتى إلا في ظل وجود مثلا إذا ما أطلق عليه مبادرة باتي للخماسية، تحركوا عبر القاهرة وعقدوا اجتماعا تحت رعاية ما يسمى بجامعة الدول العربية. في حقيقة الأمر هذا اللقاء ليس لقاء حلحلة، إنما لقاء تأزيم، مزيد من التأزيم. وكان في هذا اللقاء طرحت القوانين الانتخابية، وطرحت فكرة الحكومة وهي الهوس الدائم لدى الرجمة ولدى عقيلة صالح ومجلس النواب. وكان موقف المجلس الأعلى للدولة حقيقة موقفا سليما، ولذلك لا أحب التعميم عندما اشترط أن أي اقتراب من فكرة الحكومة لا يتأتى إلا عبر صناعة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق. ولكن عندما أتت لحظة التحدي، الإتيان بقوانين وافقوا عليها في اجتماع القاهرة، وما إن خرجوا من الاجتماع وحتى قبل أن تقفل الأبواب تراجعوا، تراجع عقيلة صالح وتراجع مجلس النواب ورجمته. فنحن نتحدث حقيقة عن أزمة متأصلة، وأي محاولات تطرح في حقيقة الأمر هي كل المحاولات التي طرحت من خارج بعثة الأمم المتحدة هي محاولات لتأزيم المشهد ولمنع وجود مبادرة حقيقية أو محاولة للوصول إلى حل حقيقي. هؤلاء هوسهم حقيقة بصناعة حكومة، بالاقتراب من العاصمة، بامتلاك القرار السياسي، بالتمكين للمشروع الانقلابي. ولذلك لا يمكن المراهنة ولا يمكن الحديث عن هؤلاء الناس. للأسف أن الثورة في صلبها، في قياداتها، ربما في روحها، حالة لها قدر من الانطفاء. اليوم نحن أصبحنا في حالة تلقي، من يقدم لنا حل؟ الحل إذا لم تنطلق الإرادة الوطنية، الإرادة المرتبطة بالسابع عشر من فبراير إلى امتلاك حل وفرض حل، سنبقى أسرى مبادرات الأممية، والتي لا يمكن لها مهما تحدثنا عنها سلبا أم إيجابا، لا يمكن لها أن تتجاوز واقع الأزمة واستدعاء المشروع الانقلابي واستدعاء حفتر واستدعاء عقيلة صالح، كما حالة في فكرة اللقاء الخماسي. وهذه هذا النوع من اللقاءات أو المبادرات هي في حقيقة الأمر لن تكون سوى إجرار للأزمة.
نحن مدعوون إلى استعادة المبادرة كقوى وطنية، إلى الالتئام، إلى امتلاك حل، إلى فرض وجود. ولكن للأسف الواقع كما نراه حقيقة. لا 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 أريد أن أدعو إلى حالة إحباط أو يأس، ولكن هو وضع يعني مأسوف عليه. طيب أرجو أن تبقوا معي ضيوفي الكرام، مشاهدينا نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم. سفينة ليبيا ما زالت عبر سنوات تبحر في المياه الدولية دون الوصول إلى شاطئ التسوية السياسية، رغم تعدد المبعوثين الدوليين ولم يمنهم في تعديل سهم البوصلة نحو الاستقرار، والذين وجدوا أكثر من ربان وازدحام للأشرعة. الوافد الجديد كمبعوث دولي لحل الخلافات المحلية ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قدمت إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن أمس الأربعاء. وقالت خوري خلال إحاطتها أن أغلبية الليبيين يطالبون بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يكسر حالة الجمود السياسي القائمة في البلاد ويسمح بإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة. وأضافت خوري أن مطالبات الأطياف الليبية تعددت بشأن المستقبل السياسي، مشيرة إلى وجود طرف يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق سياسي يتضمن آليات كافية تجبر مختلف الأطراف على الالتزام بمخرجاته، وآخر ينادي بتشكيل حكومة مصغرة، وطرف ثالث يرى بوجوب التركيز على الجانبين الأمني والاقتصادي والعمل على ضبطهما. كما نوهت ستيفاني بأن السلطات في شرق البلاد منعت 10 مراكز من أصل 12 مركزاً من فتح أبوابها أمام المواطنين للتسجيل في البلديات بشرق ليبيا فور افتتاح المفوضية العليا للانتخابات لمراكز التسجيل. تساؤلات عديدة يطرحها مراقبون عن قدرة خوري على تقديم الجديد للأزمة الليبية، وإلى متى سيستمر التغاضي الدولي عن مفتعلي الأزمات في شتى المسارات السياسية والعسكرية، وهل سيحاك ثوب الشرعية خلف الكواليس لعصابات العبثية والتأزيم في العلن؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أتحول إليك أستاذ عبد الله الكبير، يعني هناك من اعتبر انتخابات المجالس البلدية التي أعلنت عنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي بمثابة فتح بداية مبادرة جديدة يمكن البناء عليها، ولكن هناك من يعني لم يتفائل، لم يتوقع خيرا من هذه المبادرة التي ربما قلت عنها قبل قليل أنها بداية فتح مسار جديدة بقلة الناخبين وعزوف الناخبين عن الذهاب لانتخاب المجالس البلدية. هل تتوقع بأن الوضع متأزم لدرجة أن المواطن في ليبيا لم يعد يمنح الثقة حتى إلى المسؤولين المحليين؟ لا، ليست مسألة ثقة، إنما هي مسألة إحباط. السبب الرئيسي هو في اعتقادي حالة الإحباط التي يعاني منها المواطن الليبي الذي يستعجل النتائج، يعني لا يرى نتائج ملموسة للانتخابات. أجريت انتخابات عديدة في ليبيا منذ انتخاب المؤتمر الوطني، انتخابات البلدية عدة مرات، عدة بلديات أجرت أكثر من انتخاب لمجلسها البلدي، انتخاب البرلمان، انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، ومع ذلك الأوضاع لم تتحسن. هذا سبب. السبب الثاني فتح باب التسجيل والمواطن منشغل بتوفير مستلزمات عيد الأضحى، ونعرف الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن، نقص السيولة، ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل عام. هذا سبب آخر. نقول عندما يزول هذا السبب وعندما تذهب أيام العيد
وتأتي الأيام العادية ربما يرتفع رقم عدد الناخبين الذين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية. أي انتخابات هي مهمة، مهمة لتكريس المسار الديمقراطي، لعودة المواطن لممارسة حقه الانتخابي واختيار من يدير شؤونه حتى على مستوى محلي على مستوى البلديات. العامل الرئيسي وربما الوحيد لفشل الانتخابات البلدية هو عزوف المواطن. من غير المعقول أن انتخابات ستجرى في 60 بلدية وأن يكون عدد المتقدمين لممارسة حقهم في الاقتراع حوالي 37,000 حتى الآن، هذا غير معقول. يعني نحن سنفترض أن 60 بلدية من مختلف أنحاء البلاد، يفترض أن الرقم الذي سيذهب على أقل تقدير نصف مليون ناخب سيذهبون إلى الاقتراع وإلى المراكز الانتخابية. الانتخابات البلدية رغم أنها انتخابات لمجالس ستدير الشأن المحلي، إلا أنها يمكن اعتبارها بروفا للانتخابات العامة، يمكن اعتبارها رسالة للداخل والخارج أن إجراء الانتخابات ممكنة، وأن المتاح الآن بنجاح الانتخابات البلدية المتاح هو إجراء انتخابات برلمانية تجدد الشرعية للمجلس التشريعي وتوحد السلطة التشريعية المنقسمة الآن بين مجلس نواب ومجلس دولة. وهذه الانتخابات البلدية على اعتبار أن كل بلدية ستجري انتخاباتها على حدة، نجاحها يؤكد أن لو أجريت انتخابات برلمانية ستنجح، لأنها ستكون هي أيضا على مستوى البلديات. الفارق الوحيد هو أن المواطن في أي بلدية سيذهب في المرة الأولى لاختيار المجلس البلدي من سيقودون البلدية والشؤون المحلية في البلدية، في المرة الثانية سيذهب لاختيار ممثليه في مجلس النواب أو في البرلمان الليبي. يعني هي تقريبا نفس العملية وستديرها نفس الجهة المفوضية العليا للانتخابات. الانتخابات البلدية مهمة، وعلى كل وسائل الإعلام، على بداية من قناة التناصح، على كل النشطاء، الأحزاب السياسية، منظمات مجتمع مدنية، تحريض الناس وحثهم وتشجيعهم على المشاركة في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات مهمة، لو لم تكن مهمة لما قامت العصابات الإجرامية في شرق ليبيا بإغلاق مراكز الاقتراع. ونحن نتذكر أن المجالس البلدية المنتخبة عندما تمكن حفتر من المنطقة الشرقية ألغى نتائج الانتخابات، صادر آراء الناس، ضرب بها عرض الحائط، وكلف مجالس تسييرية من شخصيات موالية له. ما هو الفارق هنا؟ الفارق هنا، وهذه للمواطن بشكل عام، عندما تذهب أنت وتختار المجلس البلدي الذي سيدير شؤون البلدية فأنت تؤكد أنك صاحب السلطة. عندما تقبل من يصادر حقك ويمنعك من ممارسة هذا الحق أو يلغي نتائج انتخاباتك ويفرض إرادته ويفرض رأيه ويشكل هو المجالس الانتخابية، يصبح هو صاحب السلطة وأنت تصبح خاضع له ولن تستطيع أن تعترض، وسيدير شؤونك ويحولك إلى رعية. يعني بلا مؤاخذة مجرد كائن مخلوق يأكل ويشرب وينام ويمارس حياته كأي حيوان بدائي دون أن يمارس حقه الطبيعي في اختيار من يدير شؤونه، دون أن يمارس حقه الطبيعي في حرية التعبير وفي فرض نفسه في الشأن العام الذي يهمه تماما مثل ما يهمه شأنه الخاص. لأن المجالس البلدية ستتولى أمور البنية التحتية، ستتولى التعليم داخل البلدية، الصحة، الطرقات، كل ما يتعلق بالخدمات التي ستقدم للمواطن. لذلك من المهم جدا أن يشارك المواطنون بفعالية في هذه الانتخابات، لكن حتى الآن الأرقام مخيبة للأمال للأسف. نعم. طيب دكتور يوسف، يعني كثير من الآراء تجمع على أن ستيفاني خوري ذاهبة لسيناريو لجنة حوار جديدة، وما سيفرض بعدها هذه اللجنة؟ هل تعتقد بأن يعني سيكون هناك وجه جديد تفرضه الأمم المتحدة على غرار الصخرات، على غرار لجنة 75، وسيكون هناك تغيير وأن تكون هناك صورة مؤقتة جديدة لليبيا سياسيا؟ والله الامر وارد. يعني فكره المبادرات هذه فكره مفتوحه
على تصورات متعددة ومدى قدرة هذه التصورات على تحقيق مصالح هذه الأطراف. يعني بمعنى باتلي تحدث في حاطته في فبراير 23، تحدث عن لجنة رفيعة المستوى، تحدث عن آليات بديلة، ولكن عندما أتت اللحظة ركن إلى أطراف الأزمة، دعا هذه الأطراف الخماسية للاجتماع للالتقاء والوصول إلى توافقات. هذه الأطراف بطبيعتها لا تصنع توافقا. أنت عندما تتحدث عما حدث في أسقراط أو منطقة الحوار السياسي جنيف تونس، من الذي سعى لإجهاض مخرجات هذه اللقاءات السياسية رغم تأزمات هذه اللقاءات، قصور هذه اللقاءات، المآخذ على هذه اللقاءات ومخرجات هذه اللقاءات، ولكن في نهاية الأمر الذي سعى لإجهاضها على أرض الواقع هو المشروع الانقلابي، هو عقيلة صالح، هي مصر. هذه الأطراف سعت في المرة الأولى، امتنعوا عن الاعتراف بحكومة فائز السراج، نعم، وحال بينها وبين التحقق، ولجأ فائز السراج إلى ما يسمى بالوزراء المفوضين، امتنعوا عن الإضفاء الشرعية على ذلك الاتفاق السياسي. في ملتقى الحوار السياسي جنيف تونس سعوا بكل السبل إلى تكميل ذلك المخرجات ذلك اللقاء، وتحديدا حكومة الوحدة الوطنية بأنها حكومة مرهونة بزمن معين، وعندما تهيأ لهم أن هذا الزمن انتهى رفعوا عنها الغطاء وبدأوا في التآمر وأسسوا لما يسمى التعديل الدستوري 12، 13. أنت تتحدث عن أطراف متآمرة، ولذلك الفكرة اليوم ليست في إيجاد سيناريوهات للحل تقوم على هذه الأطراف. بمعنى آخر، سواء كان على غرار اللقاء الخماسي الذي دعا إليه باتلي، أو كان على غرار ملتقى الحوار السياسي جنيف تونس، الفكرة في تهميش أطراف الأزمة، هذا أقل الأدوار التي يمكن للبعث القيام بها. حتى إذا لم تستطع استئصال أو منع هذه الأطراف من أن تكون أطراف فاعلة في أي سيناريو قابل لصناعة حل، أقله تهميش تقزيم هذه الأطراف. ولكن إذا ما كانت هذه الأطراف موجودة أو ركن إليها لإضفاء الشرعية على الحل تحت ذريعة ما يسمى بمجلس النواب، فنحن في حقيقة الأمر لازلنا أسرى هذه الحلقة المفقودة. فالفكرة يعني بالدرجة الأولى ليست في نوعية آليات نوعية الآلية التي يمكن إنتاجها لصناعة حل، ولكن من سيكون في هذه الآلية ومن سيمتلك زمان أمر هذه الآلية، هذه هي النقطة. لأننا نحن في الواقع أسرى الحالة الانقلابية، أسرى هذه الثورة المضادة، وطالما نحن بقينا، إذا تم إبقاؤنا أو إبقاء ليبيا سيرة حتى في أي مخرجات لهذه الأطراف، فنحن لا نتحدث عن حل، نحن نتحدث عن أزمة مستديمة، نتحدث عن معيشة بائسة، نتحدث عن مواطن أضحى أسير هذه الطاحونة. ولذلك عندما تحدث الآن الأستاذ عبد الله الكبير عن عدد هؤلاء الذين سجلوا في انتخابات البلدية، من الطبيعي أن تكون هذه النتيجة، هذا العزوف، هذه اللامبالاة، هذه الاستقالة حقيقة من ممارسة الحياة السياسية، وليس لأنها سياسة ولا تعنيني السياسة كمواطن، ولكن لأن حياتك كمواطن أنت عندما تستقيل عنها فأنت في حقيقة الأمر تلقي بحياتك السياسية، تلقي بدولتك، بوطنك، بمشروعك السياسي، تلقي به إلى أطراف هي ليست بصدد مصلحتك أو مصلحة هذا الوطن. فنحن إذا واقع حقيقة هو بائس، إعادة الأمل اليوم للمواطن لا يمكن أن تتأتى إلا عبر إيجاد آليات حقيقية قادرة على صناعة حل حقيقي وإعادة الأمل لهذا المواطن. نعم. طيب أستاذ عبد الله، يعني كانت الحلول التي تفرض من قبل الأمم المتحدة يعني لها مكانها للتنفيذ في ليبيا، كاتفاق الصخيرات واتفاق جنيف والاجتماعات وبرلين واحد وبرلين اثنين وغيرها من الاجتماعات التي أقيمت لأقامتها الدول الإقليمية والدول المعنية بليبيا. أما الآن فلا أمل يلوح في الأفق، يعني بعيدا عن كون تلك الدول لن تجدي اجتماعاتها أي شيء أو نفعا لليبيا، ولكن ما السر في ترك ليبيا بهذه الطريقة كعكس الذي كنا نشاهده في السابق؟
لو الحقيقة لم تترك ليبيا، الأطراف الصراع لم تترك ليبيا، لكن كل طرف طبعا إلى مصالحه، يريد أن يحافظ على مصالحه، يريد أن يعاظم من نفوذه. كل طرف دولي أو إقليمي متحالف مع أطراف محلية يساندها في المحافل الدولية، وبالتالي لن يتم أي اتفاق سياسي دون توافق هذه القوى المنخرطة في الصراع الليبي. لا توجد أي مبادرات إقليمية أو دولية منفردة، لأن حاليا أمريكا والاتحاد الأوروبي لا يريدون أي حل إلا عن طريق بعثة الأمم المتحدة. من خلال ستيفاني خوري أمريكا تضع يدها على الملف السياسي الليبي وتعزز من نفوذها على الحل السياسي في ليبيا، وهي تمسك الحل السياسي في يدها تماما، كما حصل أمام ستيفاني ويليامز أو غيرها أو غيرهم من المبعوثين. عندما نعود بالذاكرة إلى برلين 1 وبرلين 2، هي محاولة من دولة محايدة، يعني ليست منخرطة في الصراع، لكن لها مصلحة غير مباشرة في الحد من الهجرة غير الشرعية، التوازن في التنافس الإيطالي الفرنسي لكي لا يؤثر على الاتحاد الأوروبي الذي تقوده ألمانيا الآن بعد خروج بريطانيا، ويهمها أن تبقي عليه لكي يكون كيان في مواجهة الاتحاد السوفيتي، في مواجهة الصين، وأيضا حتى في مواجهة أمريكا. لكن مع ذلك هذه الحلول كانت حلول مؤقتة، وكان فيها الحد الأدنى من التوافق الدولي والإقليمي. إذا جاءت مبادرة من فرنسا، طبعا معناها فرنسا تريد أن تخدم أجندتها في ليبيا، هذا سيستفز إيطاليا وسيدفعها هي أيضا إلى تقديم مبادرة، إلى دعوة الأطراف الليبية، تماما كما حصل بعد اجتماع باريس، بعد لقاء باريس 2 إيطاليا نظمت مؤتمر باليرمو، يعني كل واحد يريد أن يؤكد حضوره ووجوده في الأزمة الليبية، ولا يريد أن يسمح لمنافسه أن يهيمن على هذا الملف. وبالتالي أي مبادرة إقليمية من دولة أوروبية أو من دولة أفريقية لن تجد لها أي صدى ولن يتحقق لها النجاح. الأمل الوحيد في حل سياسي مقبول هو عن طريق بعثة الأمم المتحدة، لكن للأسف بعثة الأمم المتحدة هي طبعا واجهة للقوى الدولية التي تتصارع الآن صراع حقيقي في أوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم في زمن مضطرب، وبالتالي الحل سيكون مفقود حتى تتوافق هذه القوى الكبرى. لعل إحاطة خوري وانكشاف أنها محدودة الصلاحيات والإمكانيات لطرح مبادرة والخروج من الأزمة باعتبارها مبعوثة بالإنابة ولم يكلفها مجلس الأمن، وإنما أخذت مكانها أوتوماتيكيا بعد استقالة باتيلي، لعل هذا فتح أعين أعضاء مجلس الأمن نحو البحث عن مبعوث جديد يتوافق عليه مجلس الأمن، أو بالتحديد الخمسة الكبار في مجلس الأمن، ربما بصلاحيات وبدعم من هذه القوى باعتباره مكلف منها، أو أخذت موافقة مجلس الأمن والخمسة الكبار بعد أن رشح باتيلي هذه الشخصية، ربما نجد أنفسنا أمام مبادرة جديدة أو أمام محاولة للخروج بحل. من هو صاحب المصلحة في نهاية انهاء الأزمة الليبية، في استعادة بلده من القوى الكبرى، في أن لا تبقى ليبيا ورقة في هذا، ورقة مساومة بين القوى الكبرى في إطار الصراع الدولي، هو الشعب الليبي. الشعب الليبي صاحب المصلحة، هل هو في مستوى من الوعي أن مصالحه مهددة، وأن بلده مهدد بالتقسيم، وأن ثرواته تنهب شرقا وغربا وجنوبا، وأن هناك عملاء محليون على استعداد لبيع الأخضر واليابس من أجل أن يظلوا في السلطة وأن يتمتعوا بكافة الامتيازات التي تتيحهم لها السلطة؟ هل يعي الشعب الليبي مخاطر المرحلة الحالية؟ حاليا لا أعتقد، نظرا لهذه السلبية التي نراها. وبالتالي ما دام صاحب المصلحة لا يناضل من أجل مصلحته، لا يسعى إلى استعادة بلده، فأعتقد أن الأمور ستبقى هكذا حتى تتم تسوية الصراع بين القوى الكبرى، وأعني تحديدا بين أمريكا وحلفائها من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. نعم دكتور يوسف، يعني إذا ما عدنا إلى المبعوثين الأمميين السابقين، كان من ضمنهم يانكوبيتش
هذا المبعوث المحسوب على أوروبا الشرقية نسميه اتحاد سوفيتي روسيا. كانت هناك فترة صراع كبيرة جدا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في ممثل المبعوث الآن مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، إما أن يكون روسيا أو أمريكيا. اليوم نرى سيطرة أمريكية في هذا المنصب، هل ترى بأن بالفعل الإدارة الأمريكية تغلبت سياسيا على الوضع في ليبيا؟ هي الإدارة الأمريكية متغلبة، هذا يعني لم يحدث الإدارة الروسية أن تغلبت حقيقة على إدارة الأزمة، وحتى الولايات المتحدة اليوم لا تدير الأزمة في ليبيا بمنهجية الحل، ما يجري هو إدارة للأزمة، يعني الدفع بمبعوثين على أكبر قدر من التوافق مع الولايات المتحدة أو مع المشروع الأوروبي الأمريكي، إذا ما غادر المبعوث كانت هناك النافذة، أتت ستيفاني ويليامز كمستشارة، اليوم ستيفاني خوري كنائبة لمبعوث الأمين العام، ففكرة الحضور الأمريكي في إدارة الأزمة أمر قائم. ولكن الإشكالية هل الولايات المتحدة مثلا هي بصدد إدارة الأزمة أم بصدد بحث عن حل للأزمة؟ ما نراه حتى هذه اللحظة لا يعني سوى إدارة للأزمة، الولايات المتحدة تتحرك في خطوط عريضة بعيدة كل البعد عن الإتيان بحلول واقعية أو آليات للصناعة في حل. روسيا، دور روسيا أقل فيما يتعلق بالبعثة الأممية هو الضغوطات من أجل يعني أقرب، روسيا لم تأتي أو لم تقدم بديلا أو شخصية كمبعوث بقدر ما هي عمليات الإجهاض لأي مبعوث لا يتوافق أو هي ترى أنه لا يمكن لها التوافق أو في محاولة لإجهاض الاختراق الأمريكي، هذا كل الدولة الروسية. ومن هنا أتى يانكوفيتش في حقيقة الأمر رجل لم يكن معني بأمر البعثة أو صناعة حل، وما إن تقدم ما يسمى بمجلس النواب قوانين الانتخابية في الرابع ولا المتعلقة بانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر حتى سلم أوراق اللعبة ودفع، كما يعني أتت الأخبار فيما بعد، دفع من قبل الأمين العام للاستقالة. فالدولة الروسية لازال محدودا فيما يتعلق حتى في داخل مجلس الأمن فيما يتعلق بصناعة المبعوث أو إدارة الأزمة على صعيد البعثة الأممية. ولكن خطورة الدولة الروسية اليوم هي حركته على التناقضات المحلية. روسيا اليوم وزير الخارجية لافروف كانت من فترة قريبة في زيارة للكونغو ويدفع بما يسمى بمشروع المصالحة. حديث مندوبة روسيا بالأمس في مجلس الأمن كان حديثا حقيقة، حديث الدولة المعنية بالاستيلاء على هذه البلد بالهيمنة على قرارها السياسي، تتحدث عن اللا إقصاء، عن الإتيان بأطراف النظام السابق ولا بد من إشراكهم في الحل السياسي، تتحدث عن منع الأسلحة، وهي في ذات الوقت تدفع تصدر في آلاف الأطنان من الأسلحة والمعدات بالأمس القريب في ميناء طبرق. نحن نتحدث عن روسيا التي تشكل خطرا حقيقيا اليوم. ولذلك أنا سأشير هنا إلى بيان دار الإفتاء، بيان دار الإفتاء المتعلق بإخراج القوات أو بإخراج روسيا، بيان شديد الأهمية وللأسف لم يتعرض لتغطية جيدة أو تغطية إعلامية حقيقية، وأنا أدعو أن يخضع هذا البيان إلى تغطية سياسية، ليس تغطية فقهية، إنما تغطية سياسية تؤكد ما جاء في هذا البيان وما يمثل هذا البيان حقيقة من مصلحة وطنية، وأن روسيا في حقيقة الأمر هي واقع احتلال، هي حالة احتلال. ولذلك أنا في نظري مع حديث مع كثير من الإخوة في الأعلى للدولة وبعض الشخصيات السياسية أن الخطر الروسي ليس بذلك الحجم في حقيقة الأمر، الخطر الروسي حقيقة بحجم كبير ويشكل حقيقة هاجسا، يجب أن يشكل هاجسا أمنيا وسياسيا لمستقبل هذا الوطن. ويكفي ما نراها اليوم روسيا من تمزيق للسودان، من اختراقها لجنوب الصحراء، لما أحدثته في سوريا من تمزق. سوريا اليوم تقف على ما لا يقل نصف مليون شهيد، سوريا اليوم تقف على ما لا يقل
5 إلى 7 مليون نازح داخل سوريا أو خارج سوريا. روسيا خطر حقيقي، روسيا اليوم هي الموت. ولذلك أنا أعيد النقطة وهي إعطاء تغطية حقيقية لبيان دار الإفتاء فيما يتعلق بإخراج القوات الروسية، والتأكيد أن روسيا خطر حقيقي. وهذا ليس معنى هذا التقليل من 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 فكرة الاختراق الأمريكي أو هيمنته على المشهد، ولكن يجب أن تكون لدينا نظرة قادرة على تحديد من اليوم موجود بقضه وقضيبه على الأرض بعتاده بسلاحه بسعيه للسيطرة. روسيا تسعى الاستيلاء على ميناء طبرق أو ميناء رأس أنوب، ولا تخفي هذا. اليوم هي في القرضبية، هي في الجفرة، وهذا أمر يجب أن يواجه، ويجب أن يرفع كذلك الانتباه أو جرس الإنذار يجب أن يدق. وهذه دعوة كذلك للمؤسسات، سواء كانت حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الأعلى للدولة، بحكم أنها ليست أطراف مرتبطة بهذا المشروع، أن يرفعوا جرس الخطر وأن يخاطبوا روسيا بحزم. أما أن تبقى روسيا تتحرك على التناقضات الليبية من ربط ارتباطها بمشروع سيف، ثم الارتباط بالمشروع العسكري لحفتر، ثم فتح قنوات دبلوماسية مع حكومة الوحدة الوطنية، هذا عبث واستخفاف بالإرادة الوطنية. طيب أستاذ عبد الله، بما معناه يقول لك الدكتور يوسف البخبخي وللجميع أن لم يعد هناك ما يمكن إخفاؤه في المشهد السياسي الليبي. حاطت ستيفاني خوري بالأمس ما هي إلا دور روتيني يقوم به المبعوث، أي مبعوث أممي أمام مجلس الأمن، وإنما هو صراع روسي أمريكي. السيطرة العسكرية والغلبة العسكرية هي لروسيا، التفوق السياسي ربما للإدارة الأمريكية. كيف تعلق على توصيف هذا المشهد بهذه الطريقة؟ نعم، هو صحيح، هو الصراع، الصراع حول ليبيا الآن يتمحور بين أمريكا وحلفائها من جهة وروسيا من جهة أخرى، وحتى الصين بالمناسبة، وإن كان التدخل الصيني ناعما. لماذا أذكر الصين هنا؟ لأنه بالنسبة لأمريكا واستراتيجيات أمريكا في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، العدو الأول والخصم الأول والمنافس الأهم هو الصين، ثم بعد ذلك روسيا. طبعا بالنظر إلى الاقتصاد، يعني الاقتصاد الروسي يعني تقريبا أقل من اقتصاد إيطاليا، وهي ليست دولة كبرى اقتصاديا حتى على مستوى أوروبا، رغم ما تتوفر عليه روسيا من موارد طبيعية، ولكن مع ذلك حجم الاقتصاد الروسي لا يؤهلها للعب دور الإمبراطورية. حتى تدخلها في ليبيا وفي بعض الدول الأفريقية عن طريق شركة فاغنر هو تدخل محدود التكلفة، تكلفته محدودة وغالبا يدفع محليا، يدفع في ليبيا من خلال النفط، وفي السودان وفي مالي من خلال مناجم الذهب، تكاليف الجنود دفعتهم السعودية، تكاليف فاغنر في العام الأول السعودية، وبعدين تولت الإمارات دفع ثمن سفك دماء الليبيين. وبالتالي روسيا ليست في مستوى الصين. لماذا أذكر الصين؟ نظرا كما أشرت يعني كل الدراسات وكل الدوريات الدولية خاصة الغربية تشير إلى النهوض الصيني والتقدم الصيني، واحتمال أن تتبوأ الصين القوى الأولى المهيمنة وتزيح أمريكا إلى المرتبة الثانية، لأن الاستجواب الأخير لجينيفر السفيرة القادمة إلى ليبيا أمام الكونغرس، أمام لجنة من الكونغرس، سألوها عن ما الذي ستفعله لحماية المصالح الأمريكية في ليبيا أمام التمدد الروسي، أشارت إلى التمدد الروسي وإلى الأسلحة التي تتدفق على ميناء طبرق وإلى الفيلق الأفريقي، ثم تحدثت عن الصين وقالت أن الصين أيضا تحاول أن تسيطر على شبكة الاتصالات من خلال قطاع الاتصالات والشركات الصينية التي تعمل في هذا القطاع. تتمدد الصين في ليبيا ولكن بشكل ناعم. إذن المواجهة الأمريكية أو الصراع الأمريكي الروسي لا ننفيه، وربما هو المحدد الأول لاتجاهات الأزمة في ليبيا. وطالما كان هذا الصراع قائما لا يمكن أن تحل الأزمة الليبية. أشرت أنا وقلت أن ليبيا هي الآن ربما هي ورقة في الصراع الدولي، يمكن لروسيا أن تستخدمها، تساوم الغرب، اتركوا أوكرانيا، ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا،
وأنا أترك ليبيا وأسحب قواتي من ليبيا ولا أقيم قاعدة عسكرية في طبرق تهدد الحلف الجنوبي لحلف الناتو. نعم. إذن هذا محدد رئيسي للصراع لكنه ليس الوحيد. نعم، أشكرك المحلل السياسي عبد الله الكبير، كنت معي من لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور يوسف البخبخي، كان معي عبر الهاتف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه التغطية، ودمتم في أمان الله.